دايوغ انا نكره عبد اكيليبغي على الاخر وامبوسيبل روحي مع انسان اكيليبغي الاخر. انا على فكره نقلق لازم تكشف ساعات لازم اللي هكا وهكا الحق تعرف لازم هذيك هذو مزوز ما يعرفوش بعضهم بينتهم حيط وحد ما يشوف في الاخر باش يحاولوا يتعرفوا على بعضهم اتخافيغ مواضيع كيما العرس اللايف ستايل وبرشا حاجات اخرين وفي الاخر قبل ما يشوفوا بعضهم باش يقروا اذا كان باش يخرجوا في ديت اخر ولا لا. عسلامة عسلامة صباح شنو حويلك لاباس؟ انت شنو حويلك؟ صباح الحمد لله. ايه راني انا زادة أول مرة معناتها مانيش شايف يعني مش مستنساك والله حتى ما تجيبش تنسى شنو حويلك لاباس صباح الحمد لله. بون باش تعرف عليك قديش عمرك مثلا؟ دخلة ديريكت لن تنسي تحب توا ولا بعد عمري؟ تحب توا عمري ولا بعد؟ هي ميسالش خلي من الاول كي نعرفه. اوكي واحد يفهم روحه على شنو قالت. قديش عمرك انت؟ والله انا جيت 30 ans الحقيقه. مانيش صغيره وباهم رجل كبيره عليك كبيره برشا. حسستني لينا كبيره راهو. نو جد على الاخر بالعكس ليه هكا بجينا من الاول من المرسى بجينا خطفو. لا العكس قلت لك جدوها على الاخر. بون بامال بدايه طيبه حاجه باهية عجبتني. ميرسي عايش. ميرسي. عندي ليك سؤال. است كو تو اي بلوتو ريستوران او بوا دو نوي؟ انت والوقت اما اكثر ريستوران. انتي لنا بديتي نشوف روحك اكثر. بون مو شو بلوتو ريستوران اي فيستيفال دو ميوزيك مي جيم با ترو لي بوات دو نوي. اوكي. يعني فيستيفال نسافر انا وصحابي فواياج كامل يتعدى الكل وموزيكا وكل وي جيم بيان مي سينو في حياتي متاع ديما بوات دو نوي نو. حاجه باهي. باهي شنو علاقتك بالفلوس بالضبط؟ عاداتي وتقاليدي مبذره. الحقيقة نتاع ربي باش نكونوا واضحين أنا راني ممكن مبذرة من هذه قاعدة فيكم من هون نسير جو سوي تخي زونيت إي تخي سانسيغ راني إنسانة مبذرة وغير مسؤولة والدينار اللي يدخل توا المكتوبي ما كملش ما يتيحش عليه الليل. عندي ليك سؤال. سؤال بالنسبة لي أنا مهم ياسر. نحب نعرف كي تسافر لي ديستيناسيون اسكو تو اي بلوتو اون بيرسون تلوج على البرد ولا على السخانة معناها كان يخيروك بين تمشي تعمل سكي ولا تمشي دونز اون ايل تعمل برونزاج بيان سور تو بوا دي كوكتيل تو تفي دي بيتي ريستو تعوم في البحر كيسكو تو بريفير؟ نعمل سكي. سكي نمشي بردك. يمي يو بروك ماي هارت. مش لازم كسرت لي قلبي صح امبوسيبل سامحني نو مشيت لسكي مرة في حياتي عمري 12 ans وحلفت من وقتها ما عادش نحط في ساقي والحقيقة أنت ما سألتنيش أما أنا أم أن آيلاند كيرل جست نحب نسمعك مانيش نسمع فيك كل بداية. قلت لك أنا بور موا سكي نو. ديستيناسيون نكره البرد وين سخانة وين أنا والله أنا في الصيف نعديه هوني وفي الشتاء نعديه نلوج على البلايص اللي فيهم الدنيا سخونة نسافر لهم. انا الحق برد خير. ترقد بالكليماتيزور؟ اي كليماتيزور صحيح هذا خلينا نحكي لك. انا طبعا نحس روحي قرسان مثلا. انا طبعا قرسانه؟ انا نحس روحي قرسان طبعا. كيفاش انت بك قرسان؟ لا سي باش نموت بالبرد. ما يسالش على خاطر البلان ديت كله يهون. باهي تحب لي كومبينغ؟ الوغ جي نفسر لك. انا جيم لا ناتور اي جيم اتر كونيكتي اي ان كونتاكت افيك لا ناتور مي جو ديتست اتمرميت. يعني ما عنديش مشكله نمشي كامبينغ اما كامبينغ اون فادير فما شويه لوكس معناها لو مينيموم
أما باش نمشي هكا كامبينغ ونتمرمد وأرقد في الرمل ولا ما نحبوش الجو هذاك. فما عبيد يحبوا يعملوا في جو. اي بي نقولوا نحن في وش تمرميد تحب معناتها قداش تعطي على 10 في الكامبينغ؟ ليس لا لا سنين واحد ما فيهوش مرميد لا لا اسمع انا واحد نمشي معاهم كامبينغ ونروح نبات في فرش عندي منها صراحه معاكم عندي منها صراحه عندي لازم نغنيه معاكم بعد نروح نبات في فرشي ما عندي حتى مشكل انا بدي عندي صنعه اني نمشي لاي بلاصه ديما ثقه 90 تركبني نحب نروح الفرش حطينا لو فرضنا يكون الانسان اللي معاك اسمع فيا ما انت مش سباب مش لابس عليه بالكدا معناتها المظاهر دائما كنا نحكيوا عليهم ما عندوش الحقيقة صارت لي في حياتي برشا والاكثر متاع الناس اللي بوتيتر كيما تيغ يسون كوم سا يعني العباد اللي معناتها نعرفش كيما تيغ مش العباد كي ان سوكسي ماتيريال فهمتني معناتها بلوتو تلقاه ناجح في خدمته تلقاه يحب الحاجه اللي يعمل فيها تلقاه ذكي الانتيليجونس سي كلكو شوز كي ماتير على الاخر فوالا معناتها لا بوتي لا بوتي لا بوتي فيزيك باغ اكزومبل باغ كونتر حاجه بو موا سي ان بوين انتريسان امبورطون سامحوني سي ان بوين امبورطون لا بوتي فيزيك مي باغ كونتر لو ريست ماتيريالمون نو دو مومون او معناتها يا لو مينيموم عندي سؤال عندي سؤال نحبك تجاوبني عليه اسكو يهمك النجاح نتاع الانسان اللي معاك برشا ولا عادي لا يهمني الحقيقه يهمني خاطر نمن انه العبد الناجح يطلعك لفوق ومعناتها نمن ان الشخص اللي معاك يا يطلعك لفوق يا يزيد هبطك اللوطة دونك بور موا سي تري امبورطون انه العبد يكون او موا امبيسيو حتى كان بوتيتر تعرف ساعات تتعرف على عبد يباس باغ اون موفيز فاز في حياته بخيو تخايب مي تلقاه لي امبيسيو تلقاه يحب يعمل حاجه يحب معناتها يوصل لحاجه في حياته الى دو لومبيسيون يحب يخرج منها الفاز هذيك مش عبد قاعد هكاك وعرفت كيما نقولوا احنا يعمل فيها فيكتيم فوالا سي سا العباد اللي يلعبوا فيكتيم سكن هما فيكتيم المجتمع هما فيكتيم عائلتهم هما فيكتيم ما نعرفش انا المرض النفسي اللي عندهم هما فيكتيم لا انا نحب عبد ديما يحاول ايفولي في حياته في كل شيء والله تبدل الشوق تاع بديت نفهم في مخك خير تاع قبيل عرفتك اللي هكا تحس بالكبس اون بلوس هكا مش مستانس اول مره معناتها اللي نحكي مع انسان مانيش نغزل وبالرسم نحس في حاجه سبيسيال على الاخر ان شاء الله سي بيان سافي بليزير عايشك ميرسي ميرسي عايشك دونك نحكيو على توكسيسيتي نحكيو على توكسيسيتي دونك نجمو نحكيو على تري توكسيك اللي نجمو يكونوا عند الرجل اول واخيب تري توكسيك نكرهو انا عند الرجل هو الغيره نون جوستيفيي بالنسبة للغيرة بصفة عامة مش تكره الغيرة بصفة عامة لا فما غيرة تبدا محلاها كيوت بتحس اللي عبد يحبك يغير عليك يحب تحسوا معناتها سيت بيرسون معناتها الغيره اللي اكثر من لازم تكره لا ساعات فما غيره اكثر من لازم مي جوستيفي عنده علاش العبد يغير نقصد الغيره اللي نون جوستيفي اللي ما عندها حتى سبب ما فماش علاش فما غيره اصلا فهمت شنو نقصد فهمت عندك منها ولا شنو علاقتك بالغيره لا بون من الحق نتاع ربي راني الغيره انا راني عندي مع الغيره على الاخر تفهم فيا؟ إيه. أما كيف ما قلت لك في حقها. مثلاً مرتك نهار آخر خدمتها ما تخدمش في بيرو معناها from 9 to 8 فهمتني؟ خدمة
اوقات نجم معناتها تخدم ماضي ساعتين نتاع صباح تكمل الخدمه، ماضي ثلاثه نتاع صباح تجي تخدم بالليل، كيما تنجم معناتها صباح وقت مش مفهوم جمله نتاع خدمتها. وانت تعرف هذه نهار اخر تاثر على حتى معناتها كي اذا كان نهار تعرف مره وتفي دي زونفون افيك ال نجم ياثر الموضوع هذا على الحياه الزوجيه. ديجا هذا يشمل سؤال سالته لك قبيله، انا ريت كيف ما الانسان اللي معايا يضحي على خاطري باش ننجح في كل شيء، انا راني قادر اني نضحي بكل شيء على خاطره باش ينجح معناتها، سواء في خدمته في حياته في كل شيء. داكور بي سيدي هاكا شفت سي. انا اللي عطيتك الورده الاولى. ميرسي ميرسي. انت تستحق زوز ورديات مش ورده برك، هذيك علاش باش نعطيهم لك توا. عايشك ميرسي. نرجعوا تويكا فكنا من الورد، نرجعوا للتوكسيسيتي. سوجي صحيح لازم نعرفوا فيه برشا حاجات. في التوكسيسيتي اسكو تو ديجا فيزيتي ان بسي وعلاش؟ مالغري هي حاجه نراها سانه انا مي الحق تاع ربي لا. لا مي داكور اسكو انت وانت؟ اي انا عندي يمكن نعرفش 5 سنين نمشي للبسي. بيان معناتها فما عباد يقولوا عبد يمشي للبسي علاش بيني يا اخي انا مهبول باش نمشي للبسيكاتر. فما عباد بوغ بالعكس معناها يمشي انا ما نحبش نحكي على البسي خاطرني حاجه معناتها نحبها من انا صغير معناتها علم النفس وجو هذاك الكل. اما ما مشيتش عملت اكسبيريونس معناتها مشيت للبسي معناتها وكل شيء لا. لكن حاجه بالنسبه ليك ماهيش توكسيك. ليه العكس. فوالا هذاك اللي حبيت نوصلو حبيت نفهم. بون سي بيان اوكي. انا قبل كنت عندي علاقه بطفل معناتها اون ايتي اون غولاسيون اون غولاسيون اموغوز و دوبوي كون ا رومبي اون اي ديفوني مي فريمون لي ميور زامي دو موند. ولا هذاك خويا وظهري ماي باك بون معناها فهمتني كل شيء في حياتي. كحله بيضه تو ولا خويا دخلت بخويا اول حاجه انت كاين. اسكو تقبلها تقبلها هذه ولا؟ ماني قلت لك نعرف نطيب البدينه تحبش تطيب لكم حاجه كي باز من الحق نتاع ربي ما نقبل. اما كان انت خاطر انا اللي زيكس نتاعي ما اصحاب انا ويا معناتها كان انت تقبل معناتها هكا انا يا با ان اكس في حياتي مانيش صحاب انا وياه والكلهم صحاب معاهم وصحاب مع صاحباتهم الجدد ونورمال معناها عادي. باهي وصلت بينا الحلقه للمغياج. عندي سؤال ليك، هل انت مع منظمه الزواج او ضد؟ اكيد كان باش اكيد باش نكون بور مع الانسان اللي يسحق. كمل نص دينك؟ اي. وانت؟ الحقيقه سوسه بعدت حس فيها الحكاية على قد ما نكبر في العمر على قد ما بتتصعب أكثر. عرفت واحد يستانس بالعيشة وحده دونك مي وي فورسيمون وي وبتاتخ زادا خاطر معناتها ماك تعرف تربينا كيكا انه الواحد لازمو يعرس لازمو يجيب الصغار لازمو انه هذيك هي الدنيا وهذيك هو معناتها كيفاش تعمل حياة ناجحة. كيفاش تحب العرس بالضبط معناتها تحب تعمل عرس كيف التوانسه ما يقولوا معناتها 7 أيام و7 ليالي والا عرس هكايا روحه خفيفه ويكون معناتها هادي 7 أيام و7 ليالي لي ريسبسيون زيد لي حب على البحر. قلت لك انا حطني وين البحر سيبني عرمل على البحر وخليني حوته. حوته تحب البحر؟ حوته لا بسيت سيغي حب على البحر. باهي وين تحب فواياج دو نوس؟ سيشيل هاواي عندي سامحني عندي سؤال اخر في وسط السؤال هذا نقول لك ايه باهي اسكو اوبليكاتوار ولا لا؟ تيان ماذا بيا تور دو موند مش هو يجدو نسك هاو ماذا بيا تور دو موند كي نبدا من تي انت قلت لي فواياج دو نوس وانا بديت نتخيل بديت لك بالسيشيل وما زلت ما كملتيش لي ستاتوي العريضه. جادور لي زوندوا اكزوتيك وي اي لازم سي اوبليغاتوار بيان سور. اه اي لازم
لازم لازم كي نبدا سي اوبليغاتوار جو تروف لا نحكي لك لو فرض معناتها كي نبدا انا منتف ليه منتف ليه ما علي نعرس نعرس ليه منعرس انا ديما نحكي على المينيمم كي نبدا انت وانت قبيله واش قلت لي اللي قلت لو مينيمم لو مينيمم اي سي توجور ريلاتيف لو مينيمم هاواي مش مينيمم لا مينيمم تركيا حاجه هكا تركيا لا لا إيجا نقول لك أنا إنسانة متفهمة في كل شيء في الشوبينج في كل شيء إلا حاجة بركة اسمها لي فواياج إي دايوغ إذا كان الكونت بانكير وقلتها قبل لي ذولي الكونت بانكير متاعي ديما فارغ سي أكوز دو سا عندي مرض اسمه لي فواياج جادوغ فواياجي يا خويا شفت الفلوس شوية اللي عانا ما ناكلوش ونسافروا قبيلة مش قلت لي مش مهم برشا الفلوس ليه نومي انا معطب ما عبد يخدم لازم يخدم 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 ايشكاني يمي دو كوتي باش يسافر باهي نحنا عرسنا مثلا وانا عندي اوبجيكتيف باش نوصل له ونزلت ما وصلتلوش انا لا ايش نقول لك ما قلق انا جو سي انت ما اقنعتنيش علي جواب تقبيله نجم نفسر لك حاجه انا جو سي دي جونغ بالحق وانا نعيش هكا حياتي نورمال نحرم روحي نقعد شهرين في الدار ما نصرفش باش نلم الفلوس باش بعد نلم جمعتين ولا جمع فواياج انا هكا كان شيخ ونعمل جو اكثر ما حسيتش بك كل ويكاند نخرج نقعد في الدار يا اخي كل شهرين انت تسافر ترتاح شهرين في الدار مش تسافر جاي كي كان لازم كل ثلاثه مين يا خويا مينيموم دو فواياج في العام هلا غالب شنو نحب نعمل انا هذيك هو الباسيون تاعي اه جو بي مي سي نسافر بفلوسي ما قلقنيش اما الفواياج دو ناس زعما خصموه أنا وصلت لحل مش مشكل بون أنا حبيت جيست أسمعني حبيت جيست نعرف مخك مين بالضبط خاطر قبيلة ربطت بالسؤال اللي صار قبيلة بالضبط إي لا بالحق ولا سافر بفلوسي جو با سوسي ما قلقنيش نسافر على روحي أنا أنا إنسانة نخدم باش فهمت وين تحب نمشيو؟ وين تحب نمشيو؟ أنا قلت لك جيم بيان لي ديستيناسيون إكزوتيك جادور سا إيل موريس حاجة كيكا ديجا شمع اللي فات كنت ها؟ قلت لك ان شاء الله باش نمشيو الهواء علي بوركو مالديف باه باه حلو مالديف باه باه حلو جيتك باللطف مالديف جيت باللطف مالديف سهلة مسهلة مالا عرفازة خلينا نعملوا تشيرز ونشوفوا بعضنا تشيرز عسل يا مش الداخل عسل شنو باش نسألك شنو هما لي بريفيرونس نتاعك فيزيكمون في الطفلة؟ معناتها تو بريفير لي برون لي بلوند لي روندور الطفلة ضعيفة بون ما نحبهاش طويلة برشا طول برشا ليه عادي الحق نتاع ربي ياسر نخسر للطبيعة أكثر من فيزيكمون كيف ما قلت لك مش طويلة برشا شنو معناها طبيعة أكثر؟ باغ إكزومبل تجي طفلة معناتها مش مزيانة معناها كلي فريمون مش مزيانة حتى طرف حكاية أخرى طبيعتها تفتق ما يسالش الحق تاع ربي نجم يكون اي نجم يكون لا مقتر حسب حسب اللي تحكي فيه انت لا انت جمله جمله معناتها خاطر عادي ربي خلقنا معناتها كيك معناتها حاجتين يركبوا مع بعضهم في سنين هاي برا نحيو 3 2 1 صحيح انا في الان صحيح نحيت انا لحظه عسلام سافا 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 فهمت علاش من بكري مد لك شي مدي داير نقام مش موجود سافا سافا الحمد لله لاباس مريك ولا سافا حتى انت صغيره يا اخي صوتك ولا عمري 30 سنه ما يقولوا لي بيبي فيس ديما على الاخر بوتيت غلطتونا ربي يهديكم باش نوريكم هاي بيه مش كاين نغلط فيها حاجة بيه يا ماما هاي بيه مش كاين نغلط فيها ميرسي ميرسي
باهي يا توكسيسيتي ميا يعطيك الصحة. برك الله كنت نعطي فيك هكاك عرفت؟ حسيتك عطيتي توكسيسيتي. مين هو العسل؟ كل شيء تقصد العسل أنا مش الواحد. أها وكعطيتي توكسيسيتي ميا رجعته لك بكل شيء حسيت بيك. جبرك اخترت نوع. تصور انت بعد هذيك الكل. لا والله بالعكس صافي بليزيور. أما على فكرة معناتها راهو اختلاف تماما بين فما حيط بين هكا معناتها ديجا تشوف معناتها فما راحة أكثر بالحيط وكل شيء. بالرسمي راهو يبدا فما حيط ما عادش تعرف تحكي جملة بالنسبة لي أنا حسي روحي تحكي مع إنسان مانيش عارف شكون. أنا بالعكس أنا جي أبريسي ليكسبيريونس خاطر بور أون فوا تحس روحك أون فيت سي أون كيسيون دينيرجي تو سون لينيرجي نتاع العبد. وتركز مع حاجات كي يبدا العبد قدامك فيزيكمون ما تركزش فيهم. تولي تو تغونكونت من حاجات كي يبدا العبد قدامك شخص فيزيكمون ترى فيه تو زاب خاطر تبدا بتيتر انفلونسي باغ لو فيزيك لا بوتي حاجات هكاكا تولي اون فيت تركز في حاجات اخرين اي تو تغونكونت وفوالا انا عجبتني الاكسبيرينس. ان شاء الله عجبتكم الحلقه. عملونا فولو على ماتش فيسبوك انستغرام اي سورتو ما تنساوش تيك توك.